قاعدة في سياسات العالم اقتصاديا وسياسيا تعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على صحرائه، هذا إنصاف لعمل جبار برهم به بالمغرب بالحجة وبالبينة عبر السنوات وعبر العمل الدبلوماسي لقاده المغفور له محمد بن الحسن الثاني الله يرحمه، وكمل المشوار الولد البار محمد السادس الله ينصره بتأني وتبصر كامل، أعطى واحد زخم دبلوماسي كبير مع الإخوة الأفارقة وما قيل على العلاقة الإفريقية مع المملكة المغربية، وتبعوه الأشقاء العرب. اليوم دولة من الدول العظمى اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية تمشي بقرار سيادي كيف أخذوا قرار سيادية أخرى أخذوها الأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب، اليوم قرار سيادي أولا باعتراف كامل هو إقرار، هذه واحد. المرحلة الثانية هو الخطوة البدء بالمتابعة الكبيرة، وهذا تعبير بالأعراف الدبلوماسية، فتح قنصلية عامة في الداخل، هذا عمل دبلوماسي يعني على أساس أنه عمل الدولة ليس عمل دعائي وليس عمل إشعاعي ولا مناورة سياسية من دولة عظيمة كي الولايات المتحدة الأمريكية، هذا قرار سيادي يعني هذا كيثبت القرار وكيثبت شرعية المطلب المغربي لسيادته على الصحراء. أنا كابن الصحراء كممثل السكان كشاب عشت المرحلة بأزمتها كاملة منذ نشأتها إلى اليوم، فخور جدا أني أعيش هذه اللحظة، فخور جدا بالعمل الدبلوماسي اللي قاده جلالة الملك بتأني وبحنكة وبنتائجه، فخور جدا ببلدي على أساس أنه اليوم يعيش يوم عرس دبلوماسي كبير بشرعيتنا، يعطينا شرعيتنا لندخلوا مرحلة جديدة من المراحل القضيه، وهو انه اليد الممدوده اللي مدها جلاله الملك للاخوان الجزائر هي رساله لاخوان الجزائر كطرف معني. كانت الامم المتحده قالت في التقرير ديال الاخير ديال الامين العام على اساس انه الجزائر طرف اساسي، يبدلوا رايهم ويحققون الحلم المغاربي بلم الشمل بيننا كاملين وتحقيق لم الشمل، لان المنطقه الاقليميه تعرف واحد الشلل كبير، ونتوحدوا كيف ما توحد العالم عقب حتى بعد الجائحة اللي عرفها العالم، مجموعة من التنظيمات ومجموعة من التكتلات كاملة اللي قد غدر فيها إعادة النظر اقتصاديا وسياسيا، حتى الآن الجزائريين مدعوين على أساس عنهم يعني يراجعوا نفوسهم في التعامل مع الوضع لأنه سوف يكون له ما بعده، لأنه هذا أصبح موقف رسمي للولايات المتحدة الأمريكية باعترافها التام لسيادة المغرب على صحرائه. أنا اليوم أدعو كل من خلال يعني من خلال منبرك من خلال كل الوسطاء، أدعو كل صحراوي أينما كان حول العالم للتعبير عن رأيه. هذا المشروع المغربي اللي قال له الحكم الذاتي اللي يقفل الكرامة لكل صحراوي أينما كان، العيش الكريم ولم الشمل تحت السيادة المغربية اللي يضمن يعني لا غالب ولا مغلوب ولم الشمل ووحدة البلد وبنو المغرب العربي بناء حقيقي وفق الشلل كان يعرفوه، هل السلاح الليبي، هل شبه هل التكتلات الاقتصادية تعرف الشلل كبير اليوم لبنوه بناء حقيقي علي أسس حقيقية باركة من تشتيت الشمل وتشتيت الأفكار وتشتيت الجهد، لأنه ما خرج النتائج عبر 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 العقود. هذه دعوة مفتوحة للجميع، وهذا كذلك هو اعتراف بالمنتظم الدولي على أساس أنه نحن أصحاب حق ومطلبنا يشهد السنة على الأخرى يعني بالمكتسبات، بدأوها بالإخوان بديناها بالإخوة الأفارقة تبعناها بالأشقاء العرب، اليوم دولة من الدول العظمى هي تعترف وتأثيرها على المنتظم الدولي أكيد اللي غادي يجلب ما بعده إن شاء الله، ونترجى الخير إن شاء الله اللي أعطانا الله الحياة عقب هذا القرار.